المشروع المتعلق بفتح الجامعة إلى غاية 10 ليلا هو في الحقيقة يدخل في إطار أن تكون الجامعة الجزائرية جامعة مواطنة، جامعة منفتحة على المحيط الذي تعيش فيه، منفتحة على الاقتصاد. فتمديد ساعات العمل أو تمديد الوقت إلى غاية 10 ليلا سيسمح بالاستفادة من مقرات الجامعة بشكل منطقي، كذلك سيسمح بأن تكون الجامعة منارة للوسط الذي تعيش فيه. بطبيعة الحال في البداية نحن نسلك هذا الخط بشكل تدريجي، بفتح مثلا بفتح المكتبات المركزية إلى غاية 10 ليلا، ليتسنى لكل المطالعين سواء من طلبة أو أساتذة الولوج إلى الجامعة حتى في وقت متأخر إلى غاية 10 ليلا. نسعى كذلك لبرمجة جميع المناقشات المتعلقة بالليسانس والماستر والدكتوراه أن تكون في المساء. بالنسبة إلى كلية الحقوق، لدينا الكفاءة المهنية للمحاماة التي يتكون فيها العديد من الأشخاص الذين لهم انشغالات في اليوم بأكمله، وبالتالي برمجنا هذا النوع من التكوين خلال المساء من 5 إلى 10 ليلا، وتبقى أبواب الكليات والجامعات مفتوحة إلى وقت متأخر. كذلك بالنسبة إلى حاضنات الأعمال ومشاريع المؤسسات الناشئة والنوادي العلمية بالنسبة إلى الطلبة، لكل من يرغب أن يكون نشاطه في المساء فكذلك أبواب الجامعة مفتوحة لهذه الفئة من أجل الإبداع.